استخدميه مرة واحدة بس في العمر، وانسي التجاعيد وانسي البقع وانسي مشاكل بشرتك كلها، هي مرة واحدة بس في العمر وانسي كل مشاكل بشرتك. الوصفة دي بمليون جنيه، تستاهل مليون جنيه يا بنات. تعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا دي ازاي هنعملها وازاي هنستخدمها. بس بالله عليكم امارات، بفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو جديد يجيلكم اشعار. يلا نشوف الوصفة بتاعتنا وقد ايه سهلة وبسيطة، مكوناتها موجودة في بيتك بس هتخلصك من مشاكل كبيرة جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم بالوصفة الجبارة اللي حرفيا هتعتمدوها، هي مرة واحدة بس في الشهر هتغنيكي انك تشتري منتجات تجميل بمبالغ كبيرة جدا جدا. ايه هي يا ايمي الوصفة بتاعتنا؟ تعالوا نعملها مع بعض. اول حاجة محتاجينها يا بنات، الوصفة هي الاساس اللي فيها الزعتر. الزعتر طبعا كلكم عارفين اهو اللي بنحطه في عجينة البيتزا ده يا بنات، هناخد منه معلقة كبيرة، عايزين معلقة كبيرة هرمية كده من الزعتر زي ما انتم شايفين كده. الزعتر فيه مضادات اكسدة رهيبة رهيبة فعلا، بتخلي البشرة صافية زي الفلتر. ومحتاجين لايه يا بنات؟ محتاجين لمعلقة من البن. البن هنا مش شرط خالص يكون يعني عايزه بن عادي خالص، ما يبقاش محوج، ما يبقاش فاتح غامق، اي بن ماشي، بس المهم ما يبقاش محوج. يعني عايزه بن ساده بس ابيض غامق او فاتح، ما فيش اي مشكله زي ما انتم شايفين كده. هنقلب كده الزعتر مع البن، بن فاتح او غامق ما فيش مشكله بنات، اللي عندك اشتغلي بيه ما فيش اي مشكله. هناخد كمان معلقه، خلوا بالكم احنا حاطين الزعتر معلقه كبيره لكن البن معلقة صغيرة، وكمان الدقيق، الرز معلقة صغيرة. تقدري تجيبي كده معلقة رز من عندك وتطحنيها، او لو عندك رز مطحون في البيت تقدري تاخدي معلقة كده. الرز حلو قوي قوي يا بنات للتفتيح، رهيب بيفتح بطريقة جبارة. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده، مكونات بسيطة ومن بيتك هتعملي اقوى تفتيح لبشرتك، ويعني اللي هيشوفك هيفكرك فعلا عملتي ابر نضارة. بس كده هنيجي نجيب ايه بقى يا بنات؟ محتاجين مع كوباية صغيرة من المية المغلية، تمام، مية مغلية يا دوب تبتدي تغلي كده، وتجيبها لي كده نستخدمها في الوصف. مش عايزين مية يعني سخنة جدا، لا يا دوب كده ابتدت تغلي وتسيبيها تهدى شوية وبعدين تشتغلي زي ما انت شايفة كده. وهتبتدي تقلبي كويس المكونات مع بعضها، اللي هي ايه؟ معلقة كبيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من البن غامق او فاتح مفيش مشكلة، ومعلقة من دقيق الرز او طحين الرز. تمام، طحين الرز ده تقدري تشتريه من السوبر ماركت او معلقة كده عندك في بيتك تاخديها تطحنيها. تمام كده، تمام. هنسيب الوصفة بتاعتنا دي يا بنات عايزينها نص ساعة منقوعة كده مع بعضها علشان ناخد كل الفوائد اللي موجودة في الأعشاب، وكمان ناخد كل فوائد من الحاجات اللي احنا حطيناها دي. نكمل الوصفة بتاعتنا يا بنات، محتاجين بشر ليمونة كاملة زي ما انتوا شايفين كده، ويفضل تكون ليمونة كبيرة. بشر الليمون او قشر الليمون من الحاجات اللي بتحارب التجاعيد حرفيا، الزيوت اللي موجودة فيها تحفة بنات. وكمان لو بتعاني من الحساسية فدايما في كل الوصفات بقى لبشرتك بدلي عصير الليمون بقشر الليمون. تمام، وهنبتدي ناخد معلقة كبيرة من النشا. النشا طبعا كلكم عارفين قد ايه حلو جدا للبشرة، دي معلقة صغيرة فانا هاخد معلقتين. تمام يا بنات، هنقلب كويس قشر الليمون مع النشا. الوصفة دي للناس اللي طالبة حاجة للتجاعيد قوية جدا، اللي مفيش اي نتيجة يعني اي وصفة بتجيب معهم نتيجة بسهولة، فالوصفة دي علشانكم، هتجيب نتيجة حرفيا مبهرة، هتبهرك اصلا من اول مرة. تمام. هنبتدي نزود ايه دلوقتي يا بنات؟ كمان محتاجين للبن البودر. لبن البودر العادي خالص تقدري اي نوع، يعني تقدري تشتريه سايب من عند العطار موجود بيديكي اي كمية انت عايزاها، هاتي بقى ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انت عايزة هيديكي. تمام، وهنبتدي نقلب كويس جدا النشا مع اللبن البودر مع بشر الليمون او قشر الليمون، حاجة كده تحفة يا بنات، تحفة. تمام، احنا كده قد يكون خلصنا الوصفة بتاعتنا. هنبتدي كده، دي طبعا المفروض
انك هتفضلي نص ساعة نقعاها. بس انا طبعا عشان اخلص الوصفة معاكم فما فضلتش نص ساعة عشان اكون صادقة معاكم. تمام، هبتدي كده اقلب الوصفة دي وهاخد منها كده على دي، صفتيها ما صفتهاش مفيش اي مشكلة خالص يا بنات. تمام، هناخد كده قلبيها كويس عشان تاخدي كل الفوائد اللي موجودة فيها، وقلبي قلبي لحد كده ما ناخد القوام نقلب كويس، تقليب مستمر يا بنات لحد ما يبقى معاكي بالشكل ده. وخلي بالك وانت بتزودي المية او السيروم اللي احنا عاملينه وعايزينه شوية شوية عشان الخليط ما يسيلش منك، ولو سال منك عادي مفيش اي مشكلة زودي نشا مفيش اي مشكلة. تمام كده يا بنات، كده الخليط كويس جدا، القوام حلو جدا اهو زي ما انتم شايفين. هنيجي بقى لطريقة الاستخدام. طريقة الاستخدام سهلة وبسيطة جدا. الكريم اللي احنا عملناه ده او الماسك ده هتستخدميه مرة واحدة في الشهر او مرة كل 15 يوم، هيديكي نتيجة مبهرة. يعني حرفيا هيغير بشرتك، هيخلي بشرتك زي الازاز سيراميك حرفيا لو جربتي. هتبتدي كده تجيبي الكريم ده تستخدميه مرة او مرتين في الشهر على الاقل كل 15 يوم يا بنات. لو عايزة بقى نتيجة رهيبة استخدميه مثلا مرة كل اسبوع، هيديكي نتيجة حلوة جدا جدا. هنيجي هنا يا بنات للسيروم اللي احنا عملناه وهنبتدي نصفيه. هصفيه معاكم دلوقتي بس طبعا يفضل، انا هرجع ارجعه تاني على فكرة مع الاعشاب واسيبه منقوع شوية كويسين يعني. تمام، اهو ده شكله، شايفين الجمال؟ شايفين حاجة كده تحفة، هيغير لك بشرتك تماما، هيشد البشرة جدا جدا، هيفتح البشرة جدا جدا بمكونات موجودة في بيتك وبسيطة جدا جدا. هنيجي هنا يا بنات كده للاستخدام، هتيجي كده على بشرة نظيفة هتجيبي لي الكريم ده. الكريم طبقته سميكة مش خفيفة خالص اهي شايفين. هتبتدي تدهنيه كده على ايه، على وشك على ايدك على فقرك يا بنات. يعني انا دايما انزل الماسك البنات تقول لي عايزه حاجه لايديا. يا جماعه كل الماسكات اللي بتنزل للوجه بتنفع كمان للايدين، لاي منطقه في جسمك يعني دي بشرتك، لاي منطقه في جسمك تقدري تفتحيها. بس في حاجات بقى للجسم نفسه ما ينفعش تحطيها على وشك. هتسيبي الكريم على بشرتك لحد ما ينشف تماما تماما، وبعدين هتفركيه، وبعدين هتشطفيه بمية عادية من الحنفية. طبعا لو بشرتك حساسة ومش بتستحملي الفرك هتغسليه عادي خالص في الحنفية من الحنفية مية مش سخنة يعني. وبعدين هقولك هنستخدم السيروم ازاي. تمام يا بنات، الوصفة حلوة جدا وبتنضف الجلد جدا جدا. الكمية دي طبعا هتكفي وشك وايدك ورقبتك، كل الماسكات لوشك ولايدك ورقبتك هتستخدميهم مع بعض. هنيجي بقى للسيروم ده بنات، هتصفيه ناعم جدا جدا، لو حسيتي فيه اي شوائب حاولي تصفيه بقطعه من الشاش، وبعدين هتحطهولي في بخاخ وتستخدميه يوميا قبل النوم. مفهوش اي حاجه، مش هيلزق مش هيحسسك باي حاجه، طبعا مفهوش زيوت ولا اي حاجه. لو محتاجه بقى للترطيب يبقى هتضيفيلي عليه معلقه من جل الصبار، هتديك نتيجة رهيبة للترطيب. تمام يا بنات، تمام. لو مفيش عندك بخاخ بقى هتبتدي كده بقطنة وتجيبي كده السيروم زي ما انت شايفة كده اهو، وتبتدي على بشرتك يوميا كده بالليل قبل النوم تدهنيه وتسيبيه على بشرتك، وهتقومي الصبح تلاقي بشرتك منوره. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، يا رب اكون بقدر افيدكم ولو بحاجه بسيطه، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب اللهم امين. بقول لكم بالله عليكم امراض ما تستخسروش فيا اللايك، واعملوا اشتراك فضلا وليس امرا بالله عليكم، اللايك بيفرق معانا جدا جدا. وربنا يجازيكم الف خير يا رب، وصلوا على الرسول علشان كلنا ناخد ثوابات ثواب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.